موضوع حلقتنا النهارده من يوم جديد بنتكلم عن الإذاعة المصرية تحديداً عن إذاعة الكبار. الإذاعة موجهة لمين؟ وإيه الموضوعات اللي بتهمهم ويحبوا يسمعوها في الإذاعة؟ ده اللي هنتعرف عليه النهارده من خلال حلقة جديدة بنقدمها من أروقة الإذاعة المصرية وإذاعة الكبار تابعونا وحلقة جديدة ودايماً يوم جديد.

حضرتك بالنسبه لاي مشاكل يعني تعوق مشكله الانتخابات بالنسبه مثلا واحد نسي بطاقته نسي كارنيهو نسي باسبوره هل كده ما ينفعش ينتخب ولا هناك بعض اللوحات الارشاديه او مكاتب شكاوى عشان ترشد الناخبين يعني تقول له مثلا لا يعمل كذا واعمل كذا وما تعملش كذا والله الجهات السياديه اللي حضرتك هتكون موجوده في اماكن ارشاد طبعا ايوه كلام سليم حضرتك هذه الاستعدادات يعني على قدم وساق زي ما سيادتك قلتي في الاول هل هتستمر لغايه مثلا ليله يوم الاحد ولا هتنتهي امتى بالظبط لا هي المفروض ان هي 18 و19 باذن الله ان شاء الله اه حضراتكم يعني أنتم بتمارسوا ومتابعه هذه الانتخابات لغايه يوم ايه بالظبط؟ يا فندم حضرتك معلش عشان انا نفسي في الطريق فالمستمع اه هتستمروا في المتابعه لغايه امتى يا فندم بالظبط؟ هي في اليوم بتاع الانتخاب حضرتك كلام سليم المشرفين والمسؤولين من 6 صباحا هيكونوا في الشارع في اللي جاي نعم

لقاءنا الآن مع الأستاذ عبد المقصود عصفور هو رئيس شبكة إذاعة الكبار هيكلمنا الحقيقة عن الأعمال اللي بتقدم للكبار وكمان الدور اللي بتقوم به الإذاعة وبتوصل للكبار أستاذ عبد المقصود بنرحب بحضرتك معي أستاذ مارو أهلا بيك من ورانا من إذاعة الكبار مرسي يا فندم عايزة حضرتك تعرف اللي مش عارف إذاعة الكبار موجهة لمين أولًا بداية إذاعة الكبار إحدى الإذاعات المتخصصة التي بدأ بث أثرها سنة 2000 ميلادية ومن في مجموعة شبكة الإذاعات المتخصصة من بعض الإذاعات المتخصصة. الكبار لا يعني كبير السن لا يعني الرجل المسن أو السيدة المسنة ولكن هذه فئة من ضمن فئتنا ولكن الكبار معناها نحن نتحدث ونبص برامجنا وفتراتنا ونشراتنا للكبار سياسة وفكرا وفنا ورياضة والكبار في كل المجالات ليس كبار فقط سنا طبعا دي شريحة عمرية مهمة جدا بالنسبة لنا الكبار والمسنين ودار المسنين ولكن هي بالنسبة لنا ذات الكبار يعني بتضم كوادر محترمة جدا كلنا بنحب ذات الكبار وبالتالي بنوجه عملنا لكل ما هو كبير في مجاله الكبير او الكبار فنا وثقافه وسياسه وفكرا وادبا وكل ما هو كبير في مجاله استاذ عبد المقصود احنا اتكلمنا عن الاذاعه موجهه لمين عايزين نعرف بنوجه لهم ايه بنقول لهم ايه أه حينما تنوي انشاء اذاعه لازم اول حاجه نعرف نعرف من هو المتلقي من هو المستمع علشان هدي المين برانجي هبص لمين افكاري، هذيع لمين فتراتي المفتوحه والاغنيات اللي انا بعملها في الاذاعه. فالشريحه اللي احنا بنواجه لها زي ما قلنا شريحه الكبار فكرا وفنا وسياسه وادبا ورياضه والكبار في كافه المجالات علاوه على الكبار السن والمسنين. البرامج كلها تخاطب الكبار. يعني في مثلا برنامج عندي اسمه حياه المشاهير هذا البرنامج من اهم البرامج اللي عندي ده بيؤرخ لكل من هو كبير في مجاله بيعمل قصه حياه كل الكبار المشاهير من الاي تو زد يعني مثلا المشير الجمسي الله يرحمه هذا الرجل العظيم احد ابطال وصانعي نصر اكتوبر العظيم شرفنا بالتسجيل معاه حياته كامله على مدى 23 حلقه ده على المستوى مثلا العسكري على المستوى الاخر السياسي مثلا سياده الفريق زاهر عبد الرحمن رئيس قوات الدفاع الجوي الاسبق برضه عملنا حياته من خلال حياته المشاهير ده بالنسبة للبرامج، هناك فترات مفتوحة فترات خدمية. إذاعة الكبار أُقيمت وأُنشئت على أربع محاور أساسية خدمية. الخدمة الطبية، عمل القوافل الطبية، علاج المواطنين الفقراء الغير قادرين، واستخراج آآ 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 العلاج على نفقة الدولة مجانًا، والتعاون مع جميع مستشفيات التأمين الصحي داخل مصر وخارجها وفي جميع محافظات مصر. تاني حاجة الشق القانوني هو مستشارك القانوني عبارة عن حل لكل المشاكل القانونية دون دفع فيزيتا للمحامي. كل هذا مجانا على موجة الكبار. هناك خدمة أخرى أيضا مهمة جدا وهي خدمة دينية. بنقدم برامج دينية لكي نعرف المستمع الكريم صحيح الدين. ليس هناك تشدد، الدين الاسلامي دين جميل، دين سمح، ليس به تشدد ولا به ارهاب ولا اي شيء خالص. دين جميل وطبعا كل هذا من خلال كبار رجال الدين الاسلامي المتعاملين مع الازهر الشريف المحترم وايضا وزاره الاوقاف المحترمه. هذا عن صحيح الدين. هناك بعض الفترات الاخرى اللي هي الخدميه زي مثلا هناك فتره بتجوب الأماكن والمصانع والإنتاج المصري عشان نعرف المستمع بإنتاج بلده هناك مثلا بعض الميكروفون الطائر لفترة مفتوحة بتجول وتصول كل أسبوع كل ثلاثة وزميل ماجد نبيل لمكان معين مثلا لتروح مجمع استهلاكي تشوف المشاكل ايه تروح الضرايب تروح مجمع التحرير مش حل مشاكل المواطنين من داخل مكانها مش انا لوحدي بقى من هذا الامر ولكن كل زملائي في اذاعه الكبار يعني اذاعه الكبار وليده عمل الكل العمل الاذاعي عمل جماعي وليس عمل طبعا فردي بيعمل لفرده لوحده ده بيفشل ولكن كلنا يعني تيم ورك فريق عمل محترم جدا بيحب اذاعه الكبار تجمعنا جميعا على حبنا لاذاعه الكبار واعتقد ان هناك نجاح يعني ملموس لدى البعض يعني إذاعة الكبار من القاهرة. خير ختام دائما لبرامجنا القرآن الكريم. آيات بينات من سورة المؤمنون يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة. <applause> Развитие Ахмад Закибатр сегодня на пресс-конференции подчеркнул, что государство и египетское правительство настроены на объективность на предстоящих парламентских выборах. По меньшей мере, четыре нападения израильтян на палестинцев с использованием холодного оружия произошли в Иерусалиме за один день. Израильская артиллерия во вторник открыла огонь по сирийским. الأستاذ محمد رضوان هو المسؤول عن الصوت في وحدة الإذاعة هو المسؤول عن أنه يوصل الصوت للاستوديو ويخرج الصوت من الاستوديو للهواء أستاذ محمد عايزة حضرتك تكلمني عن دورك كعضو في الهندسة الإذاعية في الاستوديو أنا هنا بعمل عندي برامج ماشي عليها فورمة بقى المذيع بيقدم سواء نشرة أو برامج على الهواء أو ضيوف بنجيبهم في كل المجالات اجتماعية دينية سياسية ده ده دوري بقى ان انا بظبط الصوت مع الضيف قدام المذيع بحاول احسن من صوته عالي انزله شوية عريض يعني كده يعني كتظبيط هندسي بمشي بقى مع الفورمة عندي فورمة بمشي عليها بالتنسيق مع المذيع ده دوري يعني طيب عايزه حضرتك تقول لي يعني بتختلف النشرات الاخباريه عن البرامج الخدميه يعني عن البرامج الترفيهيه والمنوعات في شغلك ولا كله زي بعض؟ لا طبعا بتختلف يعني النشرات بتختلف انا النهارده ببعت نشره كموجهه لبلد معينه فبشوف ايه اللي يهمها من الاخبار وببعته لها في كل بلد بالنسبه للمحررين اللي بيكتبوا لكن انا بتكلم في شغل حضرتك الصوتي اه لا بتختلف طبعا لان في مذيع نشرة ده مختص بالنشر في مذيع برامج عادية ده مختص ده كمذيع زي المقدم خامة الصوت بتختلف من المذيع للتاني ده واحد متخصص بنشرة ده متخصص ببرامج اجتماعية برامج ثقافية من هنا بتختلف المذيع يعني بيختلف من مذيع لمذيع لكن شغل حضرتك في انك بتعد الصوت الفواصل بيختلف ولا لا اه طبعا يعني برامج دينيه مش معقوله احط اغاني موسيقى عاديه لازم برضو بتتناسب مع ال الضيف اللي قدامي آه برامج اجتماعيه برضو ليها موسيقى معينه كل حاجه ليها موسيقى حتى نشره الاخبار ليها فاصل معين بيبقى ملتزمين بيه ده معروف ده بتاع الاخبار فهنا بقى بتبقى الرؤيه بتاعت الهندسه انا شايف اه انا شايف ده آه الضيف ده مثلا راجل جاي من الازهر فعايز فاصل فانا بحط له حاجه تناسب الموضوع اللي بيتكلم فيه كل ضيف بحط له موسيقى تبع الماده اللي هيتكلم فيها ده يعني لازم يكون عندك حس فني بتبقى عارف الضيف اللي معاك والموضوع اللي بيقدم وعلى اساسه بتختار المقطع الموسيقي اللي هيتعمل اه اكيد طبعا لان انا بنسق مع المذيع بيقول لي ان في ضيف جاي ده آه هيتكلم هنتكلم في كذا وفي كذا وفي كذا فبناء عليه بحضر نفسي ايه الموضوع اللي هيتكلم فيه وبجهز له الموسيقى بتاعته وبظبط برضه صوته قبل ما يطلع على الهواء يعني اه كان اجاش او كده ايا كان الصوت فبحاول يعني يبقى في تناغم ما بين المذيع وما بين الضيف وما بين المستمع اللي هيسمع. المخرج محمد سالم هو مدير اداره الاخراج باذاعه الكبار، هيكلمنا عن دور المخرج في اذاعه الكبار وعن الوحده اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. استاذ محمد مرحبا بحضرتك. اهلا بيكم في اذاعه الكبار وفي استوديو مونتاج اذاعه الكبار. احنا حضرتك دلوقتي موجودين في استديو 52 تسجيلات دي تعتبر وحده مونتاج وتسجيلات بيتم فيها كل البرامج المسجله تمام عايزه اعرف دور المخرج الاول احنا كنا تحت في استوديو الهوا وحضرتك كنت معانا فعايزه اعرف دور المخرج آه صراحة يعني ممكن يكون دور المخرج الاذاعي مختلف شوية عن دور المخرج التلفزيوني. أولًا إحنا في المخرجين في الإذاعة ممكن تلاقيه بيعد وبيخرج، يكتب دراما، بيكتب برامج سياسية اجتماعية يعني شامل اه هو شوية ممكن يدخل يقول بصوته اللي هو بيكتبه يعني تمام؟ الفترات الهوا اللي إحنا بننزلها دي عبارة عن شفتات آه بتبقى بالذات في الفترات المفتوحة. يبقى متواجد المخرج. تمام لكن هنا في التسجيلات المخرج دوره ان هو لو في برنامج هو اوريدي كاتبه يعني في الغالب بيبقى معاه المذيع هو بيبقى بيعمله من الالف اللي زي ما بيقولوا يعني متكامل تمام يعني احنا عندنا في التلفزيون بنطلع نصور خارجي وبعد كده المخرج بيخش بالشريط المونتاج ويبدا يعمل الحلقه في الاذاعه الدنيا بتمشي ازاي لا هو المخرج بقى اللي بيبقى مصمم كل حاجه مصمم كاتب الحلقه وممكن برنامج زي مثلا انا بعمل برنامج اسمه سامع اعده وكل دور المذيع هو بيقراه فقط لكن انا ببدا بقى اخد الماده المقروءه دي اعملها اعاده مونتاج اطعمها بالمسامع او الحاجات رؤيتي انا بقى بتدخل في في البرنامج يعني <applause> واحنا في اذاعه الكبار بنتعرف على مقدمي البرامج معانا الاستاذ ماجد نبيل هو هيكلمنا عن دوره في الاذاعه استاذ ماجد برحب بحضرتك اهلا بيك يا استاذ عايز اعرف نوعيه البرامج اللي حضرتك بتقدمها هو انا عندي فتره مفتوحه بقدمها اسمها الميكروفون الطائر وفي فتره في الدوره الاذاعيه الجديده اسمها مواهب الكبار بتتبنى مواهب الكبار في كافه المجالات اما الميكروفون الطائر يلتقط مواضيع من الشارع يعني من الشارع وللشارع ان تفيد الناس يعني مواضيع الانتخابات البرلمانيه مواضيع مشاكل حياتيه في الشارع مروريه اي شيء يعني بالنسبه للبرامج المسجله في عندي ثلاث برامج برنامج اسمه استنى أقولك ده برنامج يومي لمده دقيقتين ثلاثه بيتكلم عن معلومات او مواكبه للاحداث بيتكلم عن اي شيء آه بيبقى يفيد الناس وانا تركيزي الرئيسي عليه الماده العلميه او المواد اللي الناس بتعرفش عنها حاجه بالنسبه للموضوع الثاني او البرنامج الثاني اسمه زياره خاصه جدا هو الاسم مش جديد لكن هو الفكره مهمه قوي وهي تغطيه لكل ما حضرتك تتخيليه سواء آه مواضيع آه يعني ممكن يكون في ندوات افتتاحيات برلمانات مهرجانات كل ما حضرتك تتخيليه بتبقى زياره خاصه جدا ممكن تبقى زياره المكان وانا عملت تطوير ليه شويه ان انا خليته زياره تثقيفيه زياره مكانيه عملت له الاسم نفسه هو زياره خاصه جدا لكن الموضوع غيرت فيه طبعا عشان القماشه تبقى على نطاق اوسع اخر برنامج وده من اساسيات المحطه اللي هو ذكريات الكبار بيتكلم عن ذكريات آه الكبار طبعا من مشاهير او من الشخصيات العامه او ممكن تكون من الكبار المستمعين اللي أتقابل معاهم في حياتي وفعلا انا اتعلمت منهم كتير قوي لدرجه ان انا وصلت آه لمرحله ان انا استمع ليهم اكتر من انا اسالهم لما يجي سؤال اقدر اساله لكن الغالب ان انا بسمع حياته فيها ايه بيتكلم على أحداث متنوعة مرت عليه بيعتبر إن هو في ذكريات الكبار هو شاهد على العصر هي فكرة الزميل المخرج محمد سالم أساسا بس يعني هي بقت موجودة معايا بقالها كذا سنة وده دي البرامج الأساسية أما بالنسبة للبرامج اللي اشتغلت فيها قبل كده كانت برامج متنوعة اشتغلت قبل كده أجمل شيء واشتغلت على أحسن صديق واشتغلت على برنامج اسمه شقاوة كبار هو كان برنامج تلفزيوني اصلا بس يعني انا خدت الاسم نفسه بس طبعا اذاعيا عشان تنفيذه صعب جدا انت حضرتك تعرضي شقاوة الشخص او الضيف اللي معاكي بتبقى لو شخصية عامة او شخصية مشهورة بيبقى مؤثر اكتر مع الناس وبرنامج تاني اسمه غلطة عمري ده اللي كان صعب جدا لانه انت بتجيبي الغلطات اللي عملت تغيير في مسار حياتك احيانا الضيف بيتكلم بشكل عام عنها واحيانا يتكلم عنها بدون خجل يقول دي عملت معايا تاثير كبير جدا انا غلطت في الموضوع الفلاني او في النقطه الفلانيه عملت تغيير مسار حياتي الشخصيات العامه بيبقى عنده حذر شويه لكن الغالبيه اللي سجل معايا كان الشخصيات مشهوره يعني لما اتكلم معايا اتكلم بافتتاحيه وما كانش يعني خايف بالعكس بتكلم بطلاقه وشاوت كبار كان بيجيب حاجات انا عمري ما سمعتها بل بالعكس كان بيعمل نوع من انواع الانفراد كشخص كبير آه ويدي ويكلمني على حاجات مهمه قوي في البرنامج يقول لي ان انا كنت بروح اعمل كذا في الشقاوه ان انا انط من سور المدرسه برغم ان هو شخصيه تكون معروفة جدا وكويسة جدا وممكن شخصية صحفية مرموقة جدا وممثل وممكن يكون قاضي ممكن يكون يعني بيحكي حاجات غريبة عكس شخصيته الريتماتيك المعروفة بالنسبة له دايما الإذاعة المصرية بتبحث عن ما هو جديد لتقدمه لمستمعيها ده اللي عرفناه من خلال حلقتنا النهاردة من خلال تعرفنا أكتر على إذاعة الكبر استنونا بكرة وحلقة جديدة حنتناول من خلالها كل ما هو جديد يهم المواطن المصري استنونا بكرة وحلقة جديدة ودايما يوم جديد